وهل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ وكيف يرى الإنسان ربه في المنام؟ إزاي هشوفه في المنام؟ وما هو تفسير رؤية النار في المنام؟ وما هو تفسير من رأى ميتاً قد عاد للحياة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تعني رؤية الثعبان الأسود في المنام؟ قيل أن الثعبان الأسود يعبر عن جنة، والأصفر مرض، والأبيض عدو خفي، ومن ظهر له أنه قتل ثعبان فقد انتصر على عدوه. وماذا تعني رؤية القطط الكثيرة في المنام؟ غير محمودة وتؤول بالمشاكل، ومن رأى قط يدخل ويخرج في بيته أو من بيته فيسرق ماله. وما هي رؤية الكلب في المنام؟ رؤية الكلب بتعبر عن إيه؟ الكلب هو عدو ضعيف قليل المروءة، ومن رأى كلب يمزق ثيابه فيعني أنه عدو يمزق عرضه. اللهم احفظنا يا رب. اللهم يا رب. طيب، وماذا تعني رؤية الدار المجهولة في المنام؟ الدار الفاضية أو السكن الخالي؟ الدار المجهولة هي الدار الآخرة. وما هو تفسير من رأى عرسا أو فرحا في المكان؟ سيموت أحد في هذا المكان، تول بهذا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب. وما هي تفسير رؤية الزواج في المنام؟ لو أنا رأيت في منامي إن أنا متجوز. إذا كنت تعرف العروس فهذا خير، وإن شاء الله يصيبه خير من الدنيا كعقار أو سيارة أو ما شابه. وهل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ رؤية الله تعالى في المنام ممكنة، فقد رآه الإمام أحمد بن حنبل. وكيف يرى الإنسان ربه في المنام؟ إزاي هشوفه في المنام؟ يراه على حقيقة عمله، ولذلك رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. وماذا تعني رؤية السمك في المنام؟ لو أنا حلمت أن في سمك كتير قدامي أو في بحر أو أنا اصطدت سمك أو حاجة شبه كده. إن كان السمك كبيرا فهذا خير يصيبه، أما إن كان صغيرا هموم وأحزان، وإن كانت سمكة واحدة فهي امرأة، وإن رأى سمكة تخرج من فمه فهي كلمة تخرج منها في امرأة. وما هو تفسير من رأى أن الشمس تخرج من مغربها؟ خروج الشمس يعني أنه لا تقبل منه توبة، فهذا دليل على أنه سيفتضح أمره، يكشف سره. وما هو تفسير رؤية النار في المنام؟ لو أنا شفت نار في المنام إيه تفسيرها؟ من رأى أنه يسير إلى النار فهذا خير له وهداية، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: إني ألست نارا لعل يأتيكم منها بقبس أو أجدر النار هدى. وما هو تفسير رؤية من يأكل النار في المنام؟ هذا دليل على أكله لأموال الأيتام، لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال الأيتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وماذا تعني رؤية الأسد في المنام؟ الأسد في المنام هو عدو قوي مسلط، ويعني أيضا من الممكن أن يكون سحر قديم، ومن رأى أنه يركب أسدا فيعتلي منصبا. وعلى ماذا تدل رؤية الكعبة في المنام؟ رؤية الكعبة تدل على الجنة، لأن الكعبة بيت الله والجنة داره. وما هو تفسير من رأى ميتا قد عاد للحياة؟ لو أنا شفت ميت كده عاد للحياة يعني. هذا دليل على تبديل حال الرأي إلى الخير، وللخير كثير. اللهم ارزقنا وإياكم. اللهم رزقا طيبا. وما هو تفسير رؤية ميتا قد عاد للحياة ثم مات ودفن من جديد؟ هذا يدل على موت أحد أفراد العائلة. وما هو تفسير رؤية من أحيا ميتا؟ هذا يدل على إسلام أحد الناس على يد الرأي، فالإسلام حياة. وما هو تفسير رؤية الميت مسرورا؟ لو أنا شفت حد من أقاربي فرحان ومبسوط. هذا يدل على وصول الصدقات، الصدقات إليها. نعم. والدعاء ان اهله بيتصدقوا عليه وكده يعني. وصلت الصدقات ان شاء الله. ان شاء الله. وما هو تفسير رؤيه ان ابنه قد مات؟ لو انا شفت ابن ميت في المنام ايه تفسيرها؟ هذا يدل على انه سيتخلص من عدوه، اما اذا راى ان ابنه المتوفى قد عاد الى الحياه فقد عاد عدوه من جديد. ومن راى ان ابنته قد ماتت؟ عكس الابن تماما، ايس من الفرج، اما ان كان له ابنه عادت الحياه جاءه الفرج. وما هو تفسير رؤيه موت الامام؟ دليل على خراب البلدة، كما أن خراب البلدة دليل على موت الإمامة. وما هو تأويل رؤية الموت للعازب والمتزوج؟ لا، رؤية الموت للعازب زواج، والمتزوج تفرقة، طبعا الله أعلم. طيب، لو أنا شفت في منامي أن في جن في البيت ده معنى إيه؟ هذا يعني أن أهل البيت لا يصلون. وعلى ماذا تدل رؤية الشيطان في المنام؟ لو أنا شفت شيطان في المنام بتاعي ده معنى إيه؟ هذا عدو مخادع للدين ومخادع في الدين، لدى الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم. لو أنا شفت إن أنا رابط الشيطان أو مقيده ده معنى إيه؟ إن أنا نصرة، لقوله تعالى: مقرنين في الأصفاد.
لو أنا رأيت في منامي أن بقرأ قرآن وبالتحديد آية الكرسي. لا، آية الكرسي تختلف. فمن رأى أنه يقرأ آية الكرسي فإن كان عنده مرض أذهب الله تعالى عنه هذا المرض. أما إن كان عنده سحر فك هذا السحر طبعا بإذن الله. طيب سؤال أخير ونختم به حلقتنا إن شاء الله. لو أنا رأيت في منامي أني بأذن، ده معنى إيه؟ رؤية الأذان في المنام معناها إيه؟ جاء رجل للإمام محمد بن سيرين وقال له: يا إمام، إني رأيت في المنام إني أؤذن. فكان تأويل الإمام له أنه سيحج بيت الله. ما شاء الله. ثم بعد فترة قصيرة جاء له رجل آخر وقال له: إني رأيت في المنام أني أؤذن. قال له: أنت سارق وتستحق قطع يدك. فتعجب الحضور، قال له: كيف قلت الأول كذا سيحج وللآخر ستقطع يده؟ قال: والله عندما نظرت في وجه الأول تذكرت قول الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعندما نظرت في وجه الآخر تذكرت قول الله: ثم أذن المؤذنون أيتها العير إنكم لسارقون. وبعد فترة قليلة أولت في هذا وأولت في هذا. يعني حصل ده فعلا راح حج وده قطعت إيده؟ طبعا سبحان الله، لأن الرؤية برضو تتعلق بصلاح العبد نفسه يعني، وبالأسماء وغير ذلك، يعني بالمكان وبالزمان أيضا. يعني الكلام اللي احنا قلناه ده كله بيختلف من شخص لشخص في المنام وعلى حالته الاجتماعية ووضعه، هل هو علاقته بربنا كويسة ولا لا؟ وما يراه النائم في نومه ثلاثة أنواع: إما رؤية وإما حلم وإما حديث نفسه. فالرؤية من الله وهذا الخير كله، وحديث النفس من أفكار الإنسان، أما الحلم من الشيطان. فمن رأى شرا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو شفت حاجة كويسة في المنام أعرف أن دي رؤية؟ لا تحدث بها إلا من تحب. أعرف بها أن أعرف أن هي دي رؤية من الله؟ طبعا إن شاء الله. في الخيرات طبعا، فرب الخير لا يأتي إلا بخيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبقى بعدي إلا المبشرات. قال: وما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة. نعم. صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا دكتور. وجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعل في ميزان حسناته وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نشكركم لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.